البنات لاباس عليكم بخير. اليوم ان شاء الله نشارك معكم العجين ديال البطبوط وفي نفس الوقت ندير البيني في نفس العجين. ها انتم عندي معلقه كبيره ديال خميره العجين، معلقه كبيره ديال الملحه، واحد الخميره ديال لافاني، وعندي هنا جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، معلقه ديال النفع، ومعلقه ديال حبه حلاوه. ها انتم كما كتشوفوا هادو هما المقادير. هانتوما دابا عندي هنا الطحين اللي غنحتاج، الطحين يكون ديال الحلويات، وعندي هنايا الكاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت. هانتوما هذا هو الطحين اللي غنحتاج، والطريقه سهله وبسيطه. تبعوا معايا الفيديو باش تعرفوا الطريقه. وهنا عندي الماء اللي غنحتاج، الماء يكون دافي واحد شويه، ماشي بزاف، متوسط. هانتوما طريقة سهلة، تابعوا معي الفيديو باش تعرفوا الطريقة. هانتوما كما كتشوفوا دابا خديت الماكينة ديال العجين، غادي نجمع فيه المقادير. دابا كبيت الماء، هانتوما وكبيت دابا الخميرة ديال العجين، وغادي نخليها واحد 5 دقائق. هانتوما كما كتشوفوا دابا غادي نبقى نزيد في هاد المقادير. هانتوما زدت نص كاس الزيت، الكاس ديال الحليب كما كتشوفوا، معلقه حبه حلاوه، معلقه ديال النافع، جوج معالق ديال السكر سنيده، واحد الخماره ديال لافاني كما كتشوفوا. هانتوما كما كتشوفوا جمعت كلشي في الماكينه ديال العجين. دابا كنخلطهم، ملي خلطتهم دابا زدت الطحين كما كتشوفوا. ها انتما دابا العجين ديالنا كنعجنوا. وغادي نبقى نزيد الماء بشويه بشويه حتى يتجمع لينا العجين. هانتوما وها العجين ديالنا كما كتشوفوا صافي، راه تعجب. هانتوما كتشوفوا العجين ديالي خليته واحد 10 دقائق، غطيته بالسلوفان، وملي دات 10 دقائق حليت عليه، ودابا قسمت ودرت فيه الكويرات. هانتوما كما كتشوفوا، هانتوما الطريقة سهلة وبسيطة. هانتوما العجين ديالنا طلع زوين وغزال. هانتوما هذه هي الطريقة كما كتشوفوا. هانتوما دابا غادي نبدا نصايب في البيني ديالنا. هانتوما وفي البطبوط ديالنا، تقدروا ديروا الصغار الكبار نتوما على حسب شنو بغيتوا. هانتوما هذه هي الطريقه. هانتوما كما كتشوفوا كنستمر بحال هكا، هانتوما كنستمر بحال هكا حتى كنسالي العجين ديالنا. وهانتوما معايا
كيما شفتوا البطبوط ديالي والبيني ديالي كيما كتشوفوا، دابا ساليتهم وخليتهم تخمروا. ها نتوما درت اشكال وانواع، نتوما على حسب شنو بغيتوا ديروا، اين الشكل بغيتوا ديروا. ها نتوما كتشوفوا البيني ديالي والبطبوط، ها نتوما طريقه سهله وزوينه، والعجين ما يكونش رقيق وما يكونش غليظ. ها نتوما ودابا غادي نبدا نطيب فيه. ها نتوما دابا درت المقله ديالي ودرت فيها الزيت اللي غنحتاج، ودابا كنحط في البيني ديالي. ها نتوما واللي حطيت كنرشها بالزيت الفوق باش تحمر. ها نتوما ها نتوما البنات، كما كتشوفوا. ها نتوما دابا قلبتهم باش يطيبوا. ها نتوما كنبقى نقلبهم بحال هكا بهاد الطريقه. ها نتوما وكنستمر بحال هكا اللي كتشوفوا دابا حتى نسالي البيني ديالنا والبطبوط ديالنا بنفس الطريقه. ها نتوما كما كتشوفوا الطريقه سهله وبسيطه. انا كنصايب بزاف دقه واحده وكنديرهم في الثلاجه، وملي كيجي شي حد ولا شي ضيف على غفله كنجبدهم ونسخرهم كيوليو بحال يلاه طيبتوهم. ها نتوما كما كتشوفوا الطريقه سهله وبسيطه، كل واحد كيفاش كيبغيهم وكيفاش كيبغي يصايبهم. كاين اللي كيبغي يطيب كل مره كيصايبهم، وكاين عاوتاني باش تهني ماشي كل مره تبقاي تصايبيهم، كتصايبي بزاف مره واحده وتحطيهم في الثلاجه بحال هكا اللي كندير انا. وهذه هي طريقتي انا، كنتمنى تعجبكم.
البيني ديالي والبطبوط ديالي كما كتشوفوا ساليتهم، كما كتشوفوا ساليت البطبوط ديالي وساليت البيني ديالي، طلع غزال وزوين والطريقة سهلة وبسيطة. كنتمنى تعجبكم، جربوها راها سهلة، تقدروا تذوقوهم بأي حاجة. أنا هزيت الكوك والعسل درتهم ليه كما كتشوفوا. كنتمنى تعجبكم هاد الطريقة، وبسلام عليكم، تلاقاو فيديو جديد إن شاء الله. وما تنساوش تخليوا لي راكم في التعليق وشي جيم وشي اشتراك في القناة. بسلام عليكم.